مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطن قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإنفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم شرائح اتصال ومبلغ مالي. تم القبض. مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي. تم القبض. 4 مواطنين قاموا باتخاذ منزل مجهز بكاميرات مراقبة وكرا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة. تم القبض. مقيمان من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليابانية قاموا بترويج مادة الإنفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي. تم القبض. 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإنفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية. تم القبض. مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية قام بترويج مادة الإنفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض. تم القبض. مواطن قام باتخاذ منزل مجهز بكاميرات مراقبة وكرا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو ومادة الحشيش المخدر ومادة الإنفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي. تم القبض. مقيم من الجنسية المصرية مخالف لنظام الإقامة بمهنة صيدلي استغل مهنته وقام بترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصة ومبلغ 30450 ريالا. تم القبض. مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض، وحالة المقيم الصحية مستقرة حاليا. تم القبض.